الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن البيرس انجريز. البيرس انجريز دي من المشاكل اللي بتواجه الكمبليكيشن بتاعتها بتواجه النيونيت زي ما هنشوف دلوقتي ونشوف الحل ازاي. البيرس انجريز دي الانجريز اللي ممكن بتحصل ديورينج ديليفري وخاصة في الاوبستراكتد او اللي بنسميه difficult labor. According to the site of injury بنقسم البيرس انجريز لو كانت افكت السي ان اس نيرف سيستم بنسميها نيورولوجيكال بيرس انجريز، لو ما كانتش افكت النيرف سيستم بنسميها نون نيورولوجيكال بيرس انجريز. طبعا هنعرف كل واحد من دول هو عباره عن ايه دلوقتي. النيورولوجيكال بيرس انجريز برضو بنقسمها فير ذا سب كلاسيفيكيشن ان احنا لو افكت الهيد فبنسميها كرينيال انجري، لو افكت السباينال كورد فبنسميها سباين اند سباينال كورد انجري، لو افكت البريفرال نيرف بنسميها بريفرال نيرف انجريز. والكرينيال انجريز اللي هي افكت الهيد ممكن تكون اكسترا كرينيال وممكن تكون انترا كرينيال. نون نيورولوجيكال بيرس انجريز ممكن تكون افكت الفيسرا زي الليفر والسبلين او ماسل كومن الاسترنوماستايد، او ممكن يكون بون انجري زي مثلا يكون في بون فراكشر. اول بروبلم هنقابلها النهارده لو جالنا طفل وزي ما شايفين كده في هيد سويلنج، والهيد سويلنج ده وليه كرايتيريا معينه. هنقرا مع بعض كده الكيس. ميل فول تيرم في نورمال فاجينال ديليفري بريزنتد وذ سوفت سويلنج اوفر ذا بريزنتنج بارت which was associated with ecchymosis of the skin. في الحاله دي ايه الدياجنوز بتاع الحاله وايه الابروبريت تريتمنت بتاع الحاله زي دي. طبعا قبل ما نتكلم في الحاله دي لازم نعرف اللاير بتاع الهيد عباره عن ايه. احنا عارفين ان في عندنا السكن في سبكوتينيوس تيشو، وبعدين البون، والبون فيه عليه ابنيوريتك تيشو، وبعدين عندنا البرين داخل السكال. طبعا احنا الليجن بنسميه اكوردنج تو اللاير اللي هو تحتها، يعني مثلا لو قلنا تحت السكن فبنسميه سبكوتينيوس، تحت الديورا فبنسميه سب ديورال، تحت الابنيوريتك تيشو اللي هي حوالين البون بنسميها سب ابنيوريتك. داخل الانتراكرينال برضو هنسميها هل هو سيريبرال ولا سب اراكونويد ولا سب ديورال. يبقى احنا لازم نعرف زي ما احنا شايفين في الصوره كده اللايرز بتاع ايه الهيد. اول حاجه هنشوفها عندنا لو لقينا سويلنج زي ما شفنا في الكيس الاولانيه ديت، في سوفت سويلنج واخد كل الهيد وموجود افتر بيرس على طول ونورمال فاجينال دليفري. يبقى هنا في هنا ديفيوز ايديما اوفر ذا بريزنتنج بارت، وبعدين خلي بالكم ان هو كروس ذا سيوتشرال لاين يعني مش محدد مش لوكالايزد خلاص. وسوفت انكونسستنشن زي ما احنا شايفين كده ان دي بنسميها كابيتو ساكسيدينيوم، وزي ما احنا شايفين في الصوره ده عباره عن ايديما اوف سبكوتينيوس تيشو، ايديما اوف سبكوتينيوس تيشو. الايديما اوف ذا سبكوتينيوس تيشو افكت ديفيوز وافكت ايه اول ذا هيد. عشان كده لو شفنا هنا لو عملنا كومبريشن بالفينجر هنلاقي ان في دي سوفت وإديمتس. لما نيجي نقراها بقى يبقى هنا فول تيرم نورمال فاجيني بريزنتنج سوفت سويلنج اوفر ذا بريزنتنج بارد اسوشيتد وذ اكيموز سكين. يبقى الدياجنوز بتاعنا هنا ايه؟ كابوت ساكسودينيوم. التريتمنت هنا جاست فول اب والموضوع بيبقى سيف جدا ومفيش مشاكل. لكن لما نشوف الصوره دي بقى هتختلف عن الصوره اللي قبلها. احنا هنا بقى في نيونيت، والنيونيت ده ما حصل ولادته بفورسبس ديليفري، وبعدين كان نورمال خالص افتر بيرس بس بعدها بشويه لانها اصفر وفي بالور وفي سويلنج لوكالايزد سويلنج على وان سايد اوف ذا هيت غالبا البرايتال بون. طب الدياجنوز هل ده كابوت ساكسيدينيوم؟ طبعا لا، مختلف خالص زي ما هنشوف دلوقتي. طب ايه ده بقى؟ ده عباره عن ايه بقى؟ ده عباره عن كوليكشن اوف بلاد. فين بقى؟ سب ابنيوروسيس يعني هو سب ابنيوريتك كوليكشن اوف بلاد. طبعا احنا عارفين الابنيوروس بتاعي حوالين البون، عشان كده الليجن ده هيبقى لوكالايزد زي ما احنا شايفين السهم رايح فين؟ سب ابنيوريتك، وهيبقى لوكالايزد في البرايتال بون اللي هي بيبقى العين نازل بالهيد عن في البرايتال بون. فهيبقى هنا ليه كرايتيريا معينه. اولا ان هو نوت بريزنت ات بيرس يعني بقى افتر بيرس بفيو اورز. ليه؟ لان هو عباره عن اوزنج اوف ذا بلاد، والاوزنج ده بيعمل كابيلاريز فعشان كده بياخد وقت. نمره اثنين بيبقى لوكالايزد اوفر ذا بريزنتنج بارت غالبا البرايتال بون. ليه؟ لان قلنا البون
بتبقى محاطه بالابينيوروزيس، فده سب ابينيوريتيك عشان كده لوكالايزد. نمره 3 ان ده بلاد فممكن يحصل له كلوتنج فهنلاقيه فيرم انكونسستنسي. طبعا كولكتد بلاد هيبقى يعمل انيميا عشان كولكشن اوف بلاد، وفي الوقت نفسه كولكتد بلاد ده ممكن يعمل بايليفرتين ويديني بيليروبين ويعمل لنا جوندس للبيبي. هل نعمل له اسبيريشن كولكتد بلاد ده؟ نيفر كونترا انديكيتد ان احنا نعمل اسبيريشن، ودي فيتال ميستيك لو عملنا اسبيريشن لحاله كفال هيماتوما. امال نعمل لها ايه؟ جاست سيمتوماتيك تريتمنت. لو في انيميا هندي بلاد، لو في جوندس هندي نعالج جوندس وندي فوتوثيرابي بس جاست فول اب، لكن نعمل اسبيريشن ات از كونترا انديكيتد. طب احنا عايزين ايه؟ يبقى احنا لو شفنا الصوره ديت الكراتيريا قلناها، طب عايزين نفرق بين الاثنين بقى. الصورتين قدام بعض اهوت، دي الكابوت ساكسيدينيوم وده الكفال هيماتوما. الكابوت ساكسيدينيوم زي ما احنا شايفين ان هي اوفر ذا اول ذا هيد نوت لوكالايزد، ديت لوكالايزد. نمره 2 ان هي هنا سوفت، دي بتبقى هارد. نمره 3 دي بتبقى اد بيرس الكابوت ساكسيدينيوم علشان زي ما قلنا دي اديما نتيجه للكومبريشن، لكن الكفال هيماتوما بنقول ان هي بتبقى لوكالايزد وتبقى بعد الولاده بشويه عشان اوزنج اوف بلاد فروم ذا كابيلاريز. نمره اخر حاجه ان الكابوس الجدينا ما بيبقاش فيه لا انيميا ولا جوندس، لكن كفايه الهيماتوما فيه انيميا وجوندس. عرفنا الفرق بينهم. طبعا ممكن برضه لو الهيماتوما سب جلايل بنسميها سب جلايل هيماتوما. يبقى احنا دلوقتي عايزين نلخص الاكسترا كرينيال بيرس انجريز. قلنا الكابوت ساكسودينيوم كفايه الهيماتوما سب جلايل هيماتوما، ممكن يحصل سكال فراكشر ممكن بس ده رير. برضه ممكن يحصل سب كونجكتيفال هومرز، ممكن يحصل ابريجن او ايكيموز اوف ذا سكين. نلخص النيورولوجيك بيرس انجري ان كرينيال زي ما قلنا اكسترا كرينيال وانترا كرينيال وسباينال وسباينال كورد، وهنخش دلوقتي على البريفرال نيرف نشوف نتعامل معاها ازاي ونفهمها ازاي. طبعا الانترا كرينيال هيموريج قلنا هنسمي الانترا كرينيال هيموريج اكوردنج تو ذا سايت اوف ذا هيموريج، لو اكسترا ديورال ولا سب ديورال ولا سب اركانويد زي ما احنا شايفين في الصوره كده ولا انترا فينتريكولار. طب هل في كوزز بتبقى سبب للانترا كرينيال هيموريج في النيونيت؟ طبعا اهم حاجه او موست كومن البيرس تروما، بيرس اسفيكسيا، لو في كونجنتال مالفورميشن، لو في بليدنج تندنسي، لو في في البريد تيرم بالذات. خلاص ده الكوزز. طب ازاي نشخصه؟ زي ممكن يكون عندنا اسيمتوماتيك يعني عيل نازل كويس خالص وفجاه هنشوف دلوقتي حصل له ايه، لكن في ايرلي ساينز في ايرلي ساين ممكن تظهر عندنا اللي هو مولود كويس وفي ديفيكالت ليفر بس فجاه لقينا في هاي بيتش كراي، لقينا في بور ساكلينج وريفيوز فيدنج، لقينا في بروجكتايل فوميتنج. ليتر اون بقى ممكن عيل بقى نبص نلاقي فيه بالجنج فونتينيل، نلاقي ممكن نلاقي فيه اوكيلار بولسي، نلاقي فيه ديمينيشد اور ابسنت تومورو ريفلكس ريجولار ريسبيريشن ويخش في الكومبليكيشن. طبعا الكومبليكيشن هي زي ايه؟ ممكن يحصل نيورولوجيكال سيكيولو بعد كده يخش في سي بي، ممكن يحصل لنا هيدروكيفرس وبنشوف حاجات دي كتير، وممكن يكون في باد بروجنوزز في الحاله دي. طب المانجمنت، مانجمنت اوف انتركرينومرج مينز دايجنوز اند تريتمنت. دايجنوزز لازم هيستوري كلينيكال اكزامينشن انفستيجيشن. طبعا الهيستوري زي ما قلنا هنلاقي فيه ديفيكالت ليبر، هنلاقي فيه فاميلي هيستوري اوف فاميلي تندنسي وبليدنج هيموفيليا او بري تيرم ديليفري، يبقى ده بالهيستوري ناخدها بالهيستوري من المذر. الاكزامينشن زي ما قلنا ممكن نلاقي ايرلي ساينز وممكن نلاقي ليت ساينز. الايرلي ساينز زي ما قلنا ممكن نلاقي ريفيوز فيدنج وهاي بيتش كراي وبروجكتايل فوميتنج. ليت ساين بقى ممكن نلاقي ليسارجي ديمينيشن ابسنت ريفلكسز بالجنج فونتينيل بور ساكلينج بالور سيجرز ابنيا واوكلر بولسي. الانفستيجيشن اهم حاجه نعملها طبعا بجانب الهيستوري كلينيكال اكزامينشن، نعمل سي بي سي عشان نشوف فيه بليدنج بروفيل ولا لا، والسي بي سي عشان نشوف فيه انيميا ولا لا، ونعمل سي تي ايمجينج او لامبر بانكشر للبيبي. طبعا هنا التريتمنت هنا سبورتيف، طبعا لازم نعمل انكوبيشن على طول للطفل اللي انت سسبكت انتر كرين هومرج. انكوبيشن دي كذا حاجه، اول حاجه هيبقى فيه جود اوبزرفيشن للبيبي، نمره 2 ان احنا هنقلل المانيبيوليشن بقدر الامكان عشان ما نزودش البليدنج، وفي الوقت نفسه ممكن نعمل سيمتوماتيك تريتمنت، لو في كونفالجن هندي فينو باربيتال، لو في انيميا هندي فريش زي ما قلنا، لو وصلت الحاله بقى بروجريس ودخلنا في سيرجيكال ما ممكن نعمل سيرجيكال ديورال او بوست دروماتيك هيدروكوفرس، بتحتاج في الحاله دي بتحتاج سيرجيكال تريتمنت. طبعا زي ما قلنا النيورولوجيكال قلنا كرينيال وقلناهم الكابوت والكفايه الهيماتوما الاكسترا كرينيال، وقلنا ممكن يكون سباينال كورد وممكن يكون بريفرال نيرف، لكن هنا ممكن يكون سباينال كورد انجري دي رير قوي ان احنا نلاقي فراكشر او ديسلوكيشن في الفرتيبرا. ممكن نلاقي بريفرال نيرف انجري زي فيشال نيرف بولسي، بريكال بيرس بولسي، فرينك نيرف بولسي، لكن موست كومن عندنا البريكال بيرس بولسي ودي اللي هنتكلم عنها دلوقتي. ممكن يجي لنا بيبي هنا نيونيت افتر ديفيكالت فورسيبس ديليفري يعني مولود بالفورسيبس، ونلاقي العيل ما بيقدرش يحرك دراع من دراعاته.
في الحاله ديت هنشوف ايه الموست لايكلي ديجنوز وايه العلاج بتاع الحاجه دي. طبعا زي ما احنا عارفين البريكر بلكسس بتيجي من الهيد وتنزل على الابر ليم من سيرفيكال 5 و6 و7 و8 وثوراسك 1. دايما بيحصل واحنا العيل بيتولد كده، ممكن لو عملنا زي ما هنشوف ده عملنا تراكشن على الهيد وهو بيتولد فبيحصل لاسيريشن للبريكر نيرفز اكوردنج تو ذا سايت اوف ذا انجري. هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل للبيبي. زي ما احنا شايفين 5 و6 بتبقى افكت الهاند، 7 و8 بافكت الابر بيبقى افكت 5 و6 زي ما احنا شايفين كده بتبقى افكت الابر ليم، 7 و8 يعني كل واحد بيافكت حاجه معينه. زي ما انتم شايفين في الصوره هنا لو شايفين النور هنا الاربس بولسي اللون هنا هو افكت 5 و6، الكولومبكس افكت زي ما شايفين لون هنا 7 و8 وثوراسيك 1. طب المانيفستيشن بتاعها كوردون تو نيرف ده سبلاي ايه في الابر ليم زي ما هنشوف كده دلوقتي. ده حاجه اسمها ايربس بولس، ده لو الانجري 5 و6 هيبقى ايربس بولس. طب نعرفه ازاي؟ في اربع حاجات مانيفستيشن بتبقى موجوده في الابر ليم، في ادكشن ات ذا شولدر، في انترنال روتيشن في الابر ارم، في برونيشن اوف ذا فور ارم، في اوت وورد دايركشن اوف ذا بالم اوف ذا هاند. اربع حالات. طب الريفلكس بيبقى مور ريفلكس، خلي بالك المور ريفلكس بيبقى ابسنت عشان بيبقى افكت ايه المصر بتاع الارم، لكن سبير ذا هاند عشان كده الجراسب ريفلكس هيبقى موجود بريزنت في الايربس بولس، وده نقطه ديفرنشيشن بتوين الايربس والكولومبكس ده ما هنشوف بعد كده. طيب طب نعمل له ايه؟ الطفل ده عشان نعالجه جاست ان احنا نحطه في الاوبزيت دايركشن بتاع الديفورمنت اللي عنده، يعني بدل ما نعمل فيه ادكشن هنعمل له ابدكشن شولدر، انترنال روتيشن هنعمل له اكسترنال روتيشن، برونيشن هنعمل سوباينيشن، اوت وورد دايركشن هنعمل انورد دايركشن. احنا دايما بنقول بنحط بنربط البيبي بنرفع دراعه كده ونربطه في حرف السرير بيبقى عكس الدايركشن ده. اوكي يبقى ده في الحاله ديت لما يجي لنا بيبي بالوضع ده زي ما احنا شايفين في الصوره وافكت 5 و6 والجراسب موجود والمورو مش موجود، في الحاله ديت بنقول عليه ايربس بولسي. وقلنا علاجه ايه؟ عباره عن فيزيوثيرابي. في ريرلي ان احنا لو حصل انجري او لاسيريشن او كاتنج للنيرف نحتاج سيرجيكال ريبير. الكولومبكس هو بريكال بلكسس برضه انجري بس افكت بقى ايه؟ 7 و8 وثوراسك 1. في الحاله ديت بيبقى افكت الهاند اكبر، فهنلاقي هنا الجراسب ريفلكس ابسنت وهنلاقي المورو ريفلكس بريزنت. فده بيبقى دايما اسوشيت عشان ثوراسك 1 هيبقى في هورنر سندروم موجود زي ما احنا شايفين كده في الصوره الكولومبكس بولسي. طبعا علاجه زي ما قلنا العلاج بتاعه فيزيوثيرابي، وفي الحالات سيفير كيسز بنحتاج سيرجيكال ريبير. يبقى بنلخص في الاخر كده احنا عندنا البيرس انجري نيورولوجيكال ونان نيورولوجيكال. النيورولوجيكال افكت نيرفس سيستم، لو في الهيد بنسميها كرينيال، وهو في اكسترا كرينيال انجري زي الكابوس اكزينما وكفان هيماتوما، وفي انترا كرينيال انجري زي الانترا كرينيال هيموريج، وممكن تافكت الاسباين والاسباينال كورد، وممكن تافكت البريفرال نيرف والبريفرال نيرف افكت اكوردنج تو ذا سايت اوف انجري. لو في 5 و6 هيبقى ده بنسميه ايربس بولسي، لو افكت 7 و8 وثوراسيك بنسميها كولومبيك باراليسيس. النان نيورولوجيكال بيرس انجريز ديت نوت كومن رير، هنلاقي فيه فيسرال انجريز، ستيرنوماستوز انجري، بون مارو انجري. الفيسرال انجري ده مثلا غالبا بيبقى الليفر او السبلين والادرينال جلاند. كلينيكالي بيبقى بعد نوت افتر بيرس 1 تو 3 دايز افتر بيرس نلاقي فيه مانيفستيشن اوف انترنال بليدنج، في سيفير بالور وشوك وابدومينال ديسنشن. في الحاله ديت سواء ليفر او الاسبرين بنشخصها بالسي تي، والحاله دي بتحتاج بلاد ترانسفيوجن، وفي السيفير كيس ممكن تحتاج سيرجيكال ريبير. الادرينال جلاند نفس المانيفستيشن في انترنال بليدنج، لكن هنلاقي فيه فلانك ماس في حوالي 90% بتبقى يونيلاترال منلي اساسا بتبقى في رايت سايد، وبيبقى عندنا مانيفستيشن اوف ادرينال انسفشنسي في فوميتنج وشوك. برضه في الحاله ديت هندي بلاد ترانسفيوجن بس هنا لازم ندي نعالج الاكوت رينال انسفشنسي بالكورتيكوسترويد. ثانك يو، وأتمنى أن تستفدتم من المحاضرة.